اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا ۗ إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرَا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ سَأْتُمْ فَلَهَا "فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا" عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية نهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا امنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يتجدد اللقاء ايها المشاهدون والمشاهدات بكم في هذا اللقاء الشهري وهذا المنبر الشهري واسال الله جلت قدرته ان تكون اعمالنا خالصه لوجه الله الكريم موضوع هذه الحلقه سيكون حول مدارس المذهب المالكي بدءا بالمدرسة المدنية ثم المصرية ثم العراقية ثم الأندلسية أو المغاربية لقد انتشر المذهب المالكي في أصقاع كثيرة من المعمورة وتفاوت وجوده فيها قوة وضعفا وكانت له السيطرة الكاملة في بعضها كما كان له تمثيل في البعض الاخر ولعل ذلك بسبب السمعة الطيبة التي اشتهر بها الامام مالك رحمه الله مما جعل الطلاب يرحلون اليه شرقا وغربا شمالا وجنوبا لينهلوا من علمه وينشروه بعد ذلك في بلدانهم فقد رحل إليه الطلاب من الجزيرة العربية وإفريقيا والأندلس والشام والعراق وغيرها وبرز مجموعة من التلاميذ كان لهم الأثر الطيب في نشر فكر الإمام مالك رحمه الله رحمه الله بعد وفاته أصولا وفروعا وقد تميزت المدارس المالكيه بخصائص ومميزات بسبب التاثر بالبيئه او بجانب من شخصيه الامام مالك رحمه الله فكونوا مدارس تعرف بالمدارس المالكيه كالمدرسه المدنيه والعراقيه والمصريه والاندلسيه وان كانت لا تخرج عن أصول المدرسة المالكية الكبرى أولا النشأة والتطور نشأت المدرسة المدنية أول مدرسة المدرسة المدنية وهي المدرسة الأم والنبع الذي انبثقت منه كل روافد المذهب ضربت إليها أكباد الإيبيلي في حياة الإمام مالك وبعد وفاته إذ لم تنقطع حلقات العلم في المسجد النبوي يتصدرها كبار تلاميذ الإمام مالك كابن الماجشون ومطرفين وابن نافعين وابن مسلمة وإذا كان الذي خلف المالك في حلقته فإن ابن الماجشون ومطرفا كان الأظهر تأثيرا في انتشار المذهب وتطوره وكانت آراؤهما وتخريجاتهما من الاتفاق حتى إنهما استحقا لقب الأخوين لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام وتلازمها ثانيا عوامل ظهور هذه المدرسه اي المدرسه المدنيه ولعل ظهور هذه المدرسه بعد وفاه الامام مالك يعود الى عاملين اساسيين العامل الاول منهج الامام مالك الاستنباطي واصوله التي بنى عليها المذهب فقد استدل الإمام بنوعين من السنة أولا السنة المرفوعة المتمثلة في الأحاديث الصحيحة سواء كانت خبر أحد أو متواثرة ثانيا السنة الأثرية وهي أقوال الصحابة وفتاواهم وعمل أهل المدينة وأعرافهم العامل الثاني التخصص المزدوج لإمام المذهب تخصصه الحديث والفقه وهذا التخصصان وإن كانا مرتب مرتبطين إلى أن تأثير كل واحد منهما منفردا ظهر بشكل أقوى على بعض تلاميذه دون الآخر والعكس صحيح لذا نجد من تلاميذ مالك من اشتهر بالفقه مع تلقيه الموطأ عن الإمام وآخرين اشتهروا بالحديث مع استيعابهم لفقه الإمام وقد كان لهذين العاملين أثر واضح في ظهور منهجين في المذهب ثالثا خصائص المدرسة المدنية تميزت هذه المدرسة بنهج معين اختصت به عن بقية مدارس المالكية الأخرى وهو منهج الاعتماد على الحديث بعد القرآن مرجعا للأحكام دون النظر إلى كون العمل موافقا له أو غير موافق ما دام الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد برز هذا المنهج عند إمامين من أئمتهما عبد الملك بن الماجشون ومطرف اتعاضدت جهودهما فيه واتحدت آراؤهما حتى سمي بالأخوين لكثرة اتفاقهما ولعل هذا المنهج كان سبب التأثر بجانب من شخصيته الإمام رحمه الله حيث كان يكره الرأي ويدمه كما كان يكره التنظير وكثرة افتراض المسائل ويحث على التمسك بالدليل ما تصح وصحت عنه قصص في هذا الشأن أن السائل عندما كان يسأله فيقول له دعها حتى تقع ويستدل بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم نأتي إلى المدرسة المصرية تعد المدرسة المصرية أول مدرسة مالكية تأسست بعد المدرسة المدنية وذلك بجهود كبار تلامذة الإمام مالك رحمه الله الذين اخذوا عنه علمه ثم رحلوا الى مصر ليعلموه للناس كعثمان بن عبد الحكم الجذامي المتوفى سنه ثلاث وستين وعبد الرحمن بن خالد الجومحي الذين يعتبران اول من قادم مصر بمسائل مالك وعن هؤلاء العلماء أخذ أقطاب هذه المدرسة ومؤسسوها الحقيقيون كابن القاسم المتوفى سنة واحدين وتسعين ومئة وأشهب المتوفى سنة ثلاثين ومئتين وعبد الله بن الحكم المتوفى سنة أربعة عشر ومئتين قبل رحلتهم إلى مالك رحمه الله الذي كان الهدف من هاته الرحلة فيما يبدو خاصة عند ابن القاسم التوثق مما أخذوا عن شيوخهم من تلاميذ مالك أو نيل شرف علو الإسناد، يقول ابن القاسم العتقي ولازم مالكا عشرين سنة قال: ما خرجت إلى مالك إلا وأنا عالم بقوله. فلما عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولا وفروعا وأخذوا ينشرونه بين الناس عبر حلقات التدريس والتصنيف ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم أصبغ بن الفرج المتوفى سنة خمسين وعشرين ومئتين والحارث بن مسكين المتوفى سنة خمسين ومئتين وغيرهما ورغم ما أصاب هذه المدرسة من هزات عنيفة وخاصة بسبب فتنة خلق القرآن إلى أنها ظلت بدورها في النشاط المذهبي والحضور العلمي إلى أن أصابها وباء الحكم العبيدي بمصر اواخر القرن السادس فخابت اضواؤها نحو قرنين من الزمان ثم استعادت مكانتها ودعصيتها الى الان خصائص هذه المدرسه اي مدرسه كيفما كان نوعها لها خصائص وتتميز هذه المدرسه باعتماد السنه الاثريه مع السنه النبويه والاخذ بالحديث النبوي الذي يؤيده عمل اهل المدينه وهو المنهج الذي ساد المذهب المالكي وتبنته اكثر مدارسه واحتلت المدرسه المصريه بزعامه ابن القاسم العتقي مركز الرياده وما قدمه في المدونة من آراء إلى جانب آراء مالك ولنا وقفة مع المدونة وما عمل فيها مع أسد بالفرات المدرسة الثالثة من مدارس الفقه المالكي المدرسة العراقية يتجلى الحديث عن تاريخ المدرسه المالكيه بالعراق وهي مدرسه عريقه داخل المذهب وقد سبقت الاشاره الى ان المدينه المنوره على صاحبها افضل الصلاه والتسليم كانت قبله الوافدين لزياره المسجد النبوي الذي تشد اليه الرحال وكان للرحله اثر كبير في نقل الفقه المالكي الى العراق على يد جماعه من العلماء سواء منهم ذو الاصول العراقيه او الذين استوطنوا العراق وكان لهم اتصال مباشر بالإمام مالك وأخذوا عنه مباشرة ونذكر منهم محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة تسعين و ومئة عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ثمانية عشر ومئة عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة ثمانين وتسعين ومئة عبد الله بن مسلم القعنبي المتوفى سنة واحد وعشرين ومئتين فهؤلاء الأعلام سمعوا الموطأ من مالك مباشرة وحدثوا به ما هي الأسباب التي وطدت المذهب المالكي ومما دعم أسس المذهب المالكي بالعراق وانتشاره منصب القضاء الذي شغله كبار علماء المالكية الذين كانوا يصدرون الأحكام ويفصلون في المنازعات وفق أصول مذهب مالك وممن ساعد على نضج واكتمال المذهب المالك اسره وبيت ال حماد وبيتهم مشهور بالعلم والفضل والعداله والجاه والجلاله تردد العلم في بيتهم مده تزيد على الثلاثمائه سنه هم الذين نشروا المذهب بالعراق ثالث تالت طور ثالثا طور الضعف والانهيار بعدما سطعت شمس المدرسة المالكية العراقية وملأ نورها أرض العراق عطاء ونشاطا وتوجيها علميا ضعفت ضعف المذهب في هذه المده ويمكن اختزال اهم الاسباب التي ادت الى ضعفه الى ما يلي اولا تقريب الحكام لفقهاء الشافعيه وتبني مذهبهم ثانيا خروج القاضي عبد الوهاب الى مصر ثالثا من الاسباب التي التي ادت الى خفوت المذهب المالكي وضموره في هذه المرحله خروج القضاء من مالكية العراق إلى غيرهم رابعا خصائص المدرسة المالكية العراقية تميزت المدرسة المالكية العراقية بمنهجها الخاص في التفكير والاستنباط متأثرة ببيئتها الفكرية التي تقوم على إعمال الرأي والتمرصي على الأقيصة بكل أنواعها والميل إلى التحليل المنطقي والاستدلال الأصولي وهذا الأمر هو السبب الرئيس في اختلاف منهج التأليف لكتب الفقه المالكي بين أصحاب المدرسة العراقية والمدارس الأخرى فجاء منهج العراقيين قائما على الأدلة بينما صار الأخرون على طريقة تدوين الأسمعة الذي لم يكن ينكر أدلة المسائل كما أن بيئتهم أي العراق فرضت عليهم أن يؤلفوا في موضوعات لعل بعضها لم يكن يشغل بال إخوانهم في المدارس الأخرى. فألفوا في الفقه وأصوله وهذه الموضوعات لعلهم هم السباقون إليها لأنها جاءت وليدة التنافس والاحتكاك والصراع الذي كان في بيئتهم ومن خصائص هذه المدرسة كذلك الاهتمام بالتقعيد الفقهي ثانيا مراعاة الخلاف العالي ثالثا العنايه بالتخريج على اصول مذهب مالك رابعا الميل الى تفريع المسائل وتعاطي الفقه الافتراضي